لعب على قد المباراة، رأيك ايه في المقولة دي؟ بص، هو في جزئيتين مهمين في المباراة دي. الجزئية الأولى، أنت عايز ايه من الماتش ده؟ أنت عايز مباراة في الدور التمهيدي، بتلعب خصم قليل، فأنت عايز المكسب، عايز الثلاث نقاط أو عايز العبور أنك تعبر فازي. لكن الجزئية الثانية برضه الجزئية المهمة، هل المدير الفني يعني اعتبر أن المباراة دي برضه مباراة كبروفا للمباراة اللي جاية الأقوى بالنسبة له ولا لأ؟ ولا انت بتلعب المواجهه كمباراه لوحدها، بتفصل كل مباراه عن مباراه تانية. النهارده انا شايف من وجهه نظري الشخصيه انك النادي لا نجح في المهمه الاولى. المهمه الاولى ان انت تخطيت الفريق الاول في اول مباراه بالنسبه لك في افريقيا، طمنت على الفريق بتاعك، طمنت على اللعيبه الاساسيه، انت دايما بتلعب التشكيل ده من يوم من ماتش مولي العرب. ولكن الجزئيه الثانيه واللي كنت اتمنى ان النهارده تكون في المباراه، ازاي هتخوض الماتش اللي جاي؟ لان في ساعات مدربين يا اسلام بيحضروا من الماتش نفسه، يعني النهارده عندي مباراه سهله فبحضر منها للمباراه اللي بعديها، المباراه اللي بعديها هي الاصعب، مباراه بيراميدز. كان الطبيعي جدا الشوط الاول، وده كان يعني وجهه الشوط الاول بعد ما اطمنت على نتيجه المباراه والاداء وان الفرقه المستوى اللي بتلعب ضعيف، تبتدي الشوط الثاني تفكر في المباراه اللي جاي، هشتغل ازاي؟ هعمل ايه؟ لكن واضح جدا ان انت مشيت برتم واحد طول المباراه، الشوط الاول زي الشوط الثاني، بل الشوط الثاني كان اقل شويه، اقل في الحماس طبعا لان انت كسبان والفريق اللي قدامك ضعيف وان انت ممكن في اي وقت من الاوقات تسجل، ودي كانت المشكله. انا كنت اتمنى ان الشوط الثاني يكون زيه بالظبط زي الشوط الاول، بل بالعكس يكون في تاكتيك جديد، شغل هتشتغله الماتش اللي جاي، تجارب لبعض اللعيبه زي ما نزل احمد الشيخ النهارده وشفناه بيتالق في بعض الاوقات وممكن يكون له دور في المباراه اللي جايه، فده اللي كنت اتمناه النهارده من مستر لاسارتي. لكن هو عمل كده، ما انا بقول لك دليل احمد، هي جزئيتين، هي جزئيه التجربه وجزئيه انا هشتغل ازاي المباراه. هو يمكن فكره ان هو هيشتغل بهذا الشكل، ممكن ممكن يكون، وبالتالي هو عايز يحافظ على، بس لو هنشتغل بالشكل ده في المباراه اللي جايه مباراه بيراميدز، هيبقى الامر صعب علينا. انك هتفتح الخطوط بالشكل ده، انك هتشتغل بالشكل ده، هتبقى المباراه صعب علينا. انا كمدير فني لازم يبقى عندي حسابات غير المتفرج. انا كراجل متفرج عايز الاهلي يكسب 6 و7 و8 و9. خلي بالك يا بلال، احنا لعبنا في البطولات دي كتير، لعبنا في الادوار دي كتير، الادوار دي بتبقى بالنسبه لك انت كلاعب يعني لو مستواك 30 40% بتنزل ل 20 10% طبيعي. يعني احنا حتى واحنا قاعدين كلنا واخدين بالنا من اللعيبه كلها بتلعب على قد فعلا كلمه، ما هو عشان كده سالتك قلت لك بنلعب على قد المباراة. أنا كلاعب لو أنت كلاعب وراس حربة في هذه المباراة، راس حربة مختلف عشان بيجي له جول عايزينه يجيبوا جول كتير، لكن أنا لو باك رايت مثلا هتلاقيني بلعب على قد الماتش، أطلع لي في كورتين ثلاثة أعملهم أوفرين وأفضل واقف يعني هي كده. أنا معاك في دي، بس في جزء إسلام مهم بالنسبة للعيبة. أنا في بداية موسم، أنا لسه بحضر نفسي لموسم طويل وشاق، كل واحد بيحضر نفسه في بدايه الموسم لازم يشتغل حتى كانها جرعه تدريبيه. انت في التدريب بتبذل اقصى مجهود عندك، حتى لو بتلعب تقسيمه وكسبان 10 12 0. الكلام ده ممكن صح. الكلام ده ممكن نشتغله في نص الموسم، في اخر الموسم يا كابتن انا بلعب على قد المباراه، المباراه سهله بالنسبه لي هشتغل، لكن انا ببتدي بدايه موسم لازم ان انا امرن نفسي فيها. يعني يمكن في وقت من الاوقات كنت بكلم مع كابتن شريف، لازم محمد داني كل كره تجي له يعمل كروس، مش بالضروره ان المسافه عندي يعني ان الفريق ضعيف عشان ارجع ورا وابتدي باصي واحضر وباص، لا، طالما اتيحت فرصه ان اعمل كروس يبقى اعمل كروس، لان ده في الماتشات الصعبه هتبقى محتاج انك تعمل كده، في الماتشات الصعبه هتبقى محتاج انك تستغل كل فرصه صغيره. المباراه الجايه ممكن تكون صعبه، لو اتيحت فرصه بالنسبه لي وابتديت اشتغل زي ما اشتغل النادي الاهلي النهارده الشوط الثاني، ان كل كوره عايز ارجع ورا وعايز اعمل تشيب باس وعايز اغير اتجاهي، هتبقى بس طريقه لعب مختلفه. خلي بالك لان هو طريقه لعب الفريق السوداني النهارده او فريق جنوب السودان مقفل وبيلعب دفاع متقدم، وبالتالي عندك مساحات تقدر تشتغل عليها خلف دفاع جنوب السودان. ولكن انا بتكلم انت بيراميدز مثلا مش هتلاقيه فريق مختلف، بيراميدز بيلعب بيبني الهجمه، دي صبري يعني سباستيان دي صبري بيبني الهجمه من ورا وبيشتغل عليها من ورا وبيطلع بيتنقل ما بين خطوط اللي موجوده لغايه لما يوصل للناحيه الهجوميه، دي طريقه لعب، بيلعب من نص ملعبه بيقفل في نص ملعبه لغايه ال 18 بتاعه، فمش هتلاقي المساحات دي موجوده، فهتلاقي ان لعيبه الاهلي لازم تغير فكرها كابتن فتحي في هذا الموضوع. هو يعني عشان نربط المواضيع ببعضها، يعني من الكلام اللي قاله كابتن شريف كابتن بلال وانت في محورتك، المباراه زي ما